تم طرح نقاط استثنائية خاصة بمقاطعة السيد برنوسي، منها منتزه ديال القدس، المنتزه الذي سيشيد فوق مساحة 3 قطارات في موقع جد مهم ما بين في السونتر ديال البرنوسي حدا الفيلات مجموعة زناتة ومجموعة البيضاء مجموعة السعادة. كما كتعرفوا كما قال السيد العمدة، منتزه رائع، مواصفات عالمية، غيكون من أكبر المنتزهات في جامعة ديال الدار البيضاء وجاء في مدينة الدار البيضاء. الحمد لله تم المصادقة عليه بتكلفة مالية 30 مليون درهم بمساهمة ديال الجهة مشكورة السيد الرئيس عبد الطيب معزوز الذي ساهم بتكلفه ماليه قدر 20 مليون درهم. الحمد لله كما كتشوف مجلس مقاطعه البروسيه ترافع بجميع المكونات ديالو من اجل اخراج نقاط مهمه للساكنه وللمنطقه. والحمد لله هناك ايضا نقاط تم ادراجها لتسويه بعض ملفات العقارات للمشاكل كانت مطروحه على الطاوله ديال المجلس لبناء اسواق، الاسواق ديال الاسواق الجماعيه هي سوق القدس، هي سوق المنصور وسوق طارق، وهناك مركز ديال الحرفيين اللي غيضم الحرف غير منظمه مقاطعه السيد البرنوسي اللي التكلفه ديالو 80 مليون درهم بمساهمه الجهه المشكوره ب 41 مليون درهم، وملتزمة جامعة الدار البيضاء بتسوية الوعاء العقاري اللي داز هو في نقاط جدول الأعمال، والمساهمة ديال جامعة الدار البيضاء ب 40 مليون درهم في إطار البحث على الشركاء جدد اللي هما مجلس العمالة باش يدعموا هذا المشروع اللي غادي يكون بأول مرة بتراب مقاطعة السيد البرنوسي من المشاريع المهمة. لا لا لا، سوق طريق سوف يبنى في المكان ديالو. سوق طريق اللي هو واحد المعلمة تجارية اللي كتعرف بها السيد البرنوسي. نحن مراعين الشغل ديال الباعة، ولكن سوف تكون حلول مرضية للجميع، حلول اللي ما غدر حتى شي واحد، وغادي يكون لان المصلحة ديالنا والاهتمام ديالنا هو الرقي بالبنية التحتية الاسواق الجماعية ديال الجماعة ديال الدار البيضاء.